السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا اخوان طبعا استعنا بصديق، بدنا ناخذ كياسات الحمار الاجر، وان شاء الله الخميس الجاي بتكون الاجر جاهزة ونركب له اجر اصطناعية اللي يقدر يمشي عليها، شبيهة للاجر اللي بالضبط اللي انقطعت. هلكيت بنشوف كيف وضع اخذ الكيسات. يلا نجبسله في الاول. بدين نخذ الكيسات. يمشي. هلكيت لو زغرت شوي يجروا عادي. لا في المستقبل. عادي انا لا. لو رفعت. قصدي انه يعني خميل شوي. هي راح ترفع. بعد راح تعود ترفع. هذا شيء طبيعي. خاف شيء. لا ما ظنش أثر. إذا شفته بده يقلب بنحكي إنه ديكلوفين، بس ما ظنش إنه في عنده وجع. أيوه. هاي المنطقة هاي. بالضبط. وهذا بتروح نضغط عليه. أيوه. ممكن نمسك له إياه هيك في هالفكشات، فهيك مش صعب تنزل. صعبة. بس بيضل قادر يحركها. بحركها. عادلها يعني مسوي. المهم يخبط عليها. بس خليني هذا آخر شيء. هذه المنطقة كله ولا راح تلامس. عنده بتقلب منها كثير. اسكت. امسك لي هاي القصة أولها. ايوه. بس بعدين نلف أول لف. لف؟ سيب. خلص شوي شوي شوي. خلصت. غلبناش. جاهز جاهز يلا. يا حمار مش صابر. اهدى. خلص يا ما فيش عنده وجع، هو بس بتضايق. شو بدنا نسوي يا اخوان؟ احنا بدنا نقص الجفصين، وبعد ما نقص الجفصين بتاخد على المصنع، بعدين ايش بقصوه وباخذوا الكيسات. هات مشرط الكالب اللي بده يكون للحمار، بعديها بتم صب مادية كيميائية جوا عليها على كد الاجر بيطلع بالضبط. وهكي بضلنا ناخذ القياس التحت. صح حبيبي. اجره الثانية بس بالمتر. ناخذ اجره الثانية بالمتر وبنكيس كامل الاجر هديك، وبنطلع له اجر ان شاء الله 100%. شايفين كيف طلعت؟ انا من هان بتنصب. من هان بتنصب جوا. عاود ينفع بصير عندي الشكل. بالضبط. بعدين بنحط له دعم كشطه كمان. دير بالك الحيوانات ما هي مش راح تنصب معنا زي ما بدها. كاوتشوك بذوبش. كاوتشوك بطول مش بذوبش. بلا بنغير له اياها. بطول. بطول بس بدي احاول بماده انه كاوتشوك نعل. مزبوط. كاوتشوك نعل هي احسن فيه جلد. جلد منيح. بتبقى مايله زي الحافه. مزبوط. خليها مايله. هلا هو بده صح؟ طلع كيف؟ بده زنبرك. بده هالمفصل وزنبرك. بس احاول انا مش راح اقدر اسوي هذا الاشي يعني صعب. صح. بس انا بسوي اياه مع طعجه. طب ليش صايب ال بشرح مش مع زنبره، بسوي اياه مع ماده. الاسبوع الجاي بدك تشخص. انسى اجر جديده شركه. ان شاء الله. خلص.